بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تاني موضوع في Diseases of the Immune System اللي هو Autoimmune Disease. بس طبعا قبل ما نتكلم عن Autoimmune Disease في نقطة مهمة لازم نتكلم عليها اسمها Tolerance. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن Tolerance. Tolerance معناها Specific Immunological Unresponsiveness. يعني ايه الكلام ده؟ معناها Absence of a Specific Immune Response to a Particular Antigen. اهم شرط يكون Fully Immunocompetent Person. Fully Immunocompetent Person عشان نقدر نفرق ما بين Tolerance وما بين Immune Deficiency. ايه Types of Tolerance؟ انا عندي Two Types of Tolerance. Auto Tolerance بيكون Unresponsiveness to Self Antigen، وده الطبيعي، يعني ان ما يحصلش immune response to self antigens، ده هو الطبيعي اللي المفروض الاميون سيستم اتخلق عشانه، عشان خاطر يهاجم الفورين انتيجين مش على انه يرياكت مع السلف انتيجينز. الاكواير توليرانس معناها unresponsiveness to foreign antigens. عاده ده بيبقى induced. بيبقى ايه induced؟ induced ممكن viral infection، فالفيروس to escape or evade the immune system بيبتدي يعمل tolerance. في التيومرز، التيومرز برضو to evade the immune system أو to escape from the immune system برضو بتعمل tolerance. أنا ممكن أعمل tolerance كطبيب عشان أعالج but for treatment of some diseases. زي إيه؟ زي الautoimmune diseases والallergy والgraft rejection. ميكانيزم في اوتو توليرانس. رقم واحد انتيجين سيكويستريشن. احنا اتكلمنا في الماتوريشن اوف بي انتي لينفوسايتس، قلنا اكسبوز تو سيلف انتيجينز. في بعض الانتيجينز التي والبي لينفوسايتس ما بتعرفوش عليها زي الكورنيا والسبيرمز، وبالتالي لو حصل تروما في الكورنيا او حصل تستيكولار تروما وبعض الكورنيال بروتينز او السبيرم بروتينز دخلت السيركيوليشن، بيبتدي الاميون سيستم يتعرف عليها كايه؟ كفورين انتيجين. رقم 2 الابسنس اوف بريزنتيشن زي النيورولوجيكال تيشو. النيورولوجيكال تيشو حجم النيورونال سيلز كبير، وبالتالي صعب جدا يحصل له بريزنتيشن. طيب بيحصل بريزنتيشن للبي سيلز ازاي؟ بيحصل توليرانس للبي سيلز ازاي؟ رقم واحد بيحصل سنترال توليرانس، لسه متكلمين عليه في المحاضرة اللي فاتت أثناء الماتوريشن والديفلوبمنت. قلنا إن بيحصل البي لينفوسايتس exposed to the self antigens carried on dendritic cells according to affinity. according to affinity ما بين ال immature B cells والself antigen ممكن يحصل ان البي سيلز دي تاخد نيجاتيف امبلس ويحصل لها ابوبتوزيس وديث، ولا تاخد بوزيتيف سيجنال وتكمبليت الماتوريشن والديفلوبمنت اكوردنج للافينيتي ما بين الاماتور بي سيلز والسيلف انتيجين. فلو ما حصلش افينيتي خالص ولو كان في هاي افينيتي، في الحالتين دول بنسميهم نيجاتيف سيلكشن، بتاخد نيجاتيف امبلس ويحصل لها ابوبتوزيس وديث. طيب مين اللي بتاخد بوزيتيف سيجنال؟ اللي بتاخد بوزيتيف سيجنال اللي فيه اللي ترياكت مع السيلف انتيجين باي لو افينيتي. بيحصل رياكشن ما بين الاماتور بي سيلز والسيلف انتيجين باي لو افينيتي. ده سنترالي. طيب بريفرالي، في البريفرال بلاد خلاص هي اللي حصل لها ماتوريشن وديفلوبمنت وطلعت للسيركيوليشن كنايف بي سيل. لو حصل رياكشن يعني دخل الانتيجين والبي سيلز بقت انتيجين بريزنتنج سيلز، وخدت الانتيجين وراحت للسبيسيفيك تي سيل عشان تعمل لها اكتيفيشن. احنا اتفقنا ان الاكتيفيشن بيحصل عن طريق 3 سيجنالز. الفيرست سيجنال ان التي لينفوسايتس بالتي سي ار تشوف الانتيجين وهو بايندد للميجر هيستو كومباتيبيليتي اللي موجود على سطح البي لينفوسايتس. رقم 2 يكون في كوريسبتورز ما بين البي والتي. عدم وجود الكوريسبتورز دول او الكوستيميوليتورز دول بيحصل انيرشيا
وما بيحصلش اكتيفيشن لا للبي ولا للتي لينفوسايتس. يبقى لازم الكو ريسبتورز اللي هو السكند سيجنال فور اكتيفيشن اوف بي لينفوسايتس اند تي لينفوسايتس. عدم وجود الكو ريسبتورز دول بيعمل اميونو توليرانس. طيب التي سيل توليرانس بيحصل ازاي؟ عفوا برضو بيحصل سنترالي زي ما اتكلمنا اكسبوز تو ذا سيلف انتيجين، ونشوف الافينيتي في هاي افينيتي او مفيش افينيتي خالص بتاخد نيجاتيف امبلس ويحصل لها ابوبتوزيس، ولو في لو افينيتي بتاخد بوزيتيف سيجنال وبيحصل لها ماتوريشن ديفلوبمنت. طيب بريفرالي في كذا ميكانيزم تعمل توليرانس للتي سيلز. رقم واحد عدم وجود الكو ريسبتورز بينها وبين الانتيجين بريزنتنج سيلز، فبدل ما بتطلع اكتيفيتنج مولكيولز لا ده بيحصل اكسبريشن لانهبيتوري مولكيولز او انهبيتوري ريسبتور زي السي تي ال اي 4 دي بايند تو ذا بي 7 على الانتيجين بريزنتنج سيل، وبتاخد بيحصل سبسيكوينت نيجاتيف سيجنالينج اند لاك اوف ديفرنشيشن. رقم 2 بيحصل سبريشن باي تي ريجوليتوري سيلز. التي ريجوليتوري سيلز بتعمل سبريشن لبوث تي هيلبر 1 اند تي هيلبر 2. رقم 2 انها بتطلع سيتوكاينز زي الانترلوكين 10 والترانسفورمينج جروس فاكتور which inhibit the function of macrophages and dendritic cells. رقم 3 السوبر انتيجين. احنا قلنا السوبر انتيجين بيعمل polyclonal activation of the T cells وبتطلع كمية cytokines كبيرة، فبيحصل لها exhaustion. لما يحصل exhaustion للT cells بيحصل immunotolerance. رقم 4 بيحصل deletion لو حصل repeated activation of the T cells that recognize self antigens without co-stimulation leading to a T cell death and apoptosis. دي رسمة بتوضح لي أهمية الكو ريسبتورز. فعندي الانتيجين بريزنتينج سيلز عليها ريسبتور اللي هو البي 71 والبي 72 او السي دي 80 والسي دي 86. البي 7 اكتيف اتاتشد او بايندد تو سي دي 28 ان ذا تي سيلز. ده السكند سيجنال فور activation. طب الفيرست سيجنال التي سي ار الموجود على التي لينفوسايتس بايند تو ذا ميجر هيستوكومباتيبيليتي اند انتيجين. تمام. عدم وجود في الصوره اللي في الرسمه اللي تحت عدم وجود البي 71 والبي 72 بيحصل ايه؟ بيحصل تي سيل انرجي. كل اللي فات ده كان بالنسبه للاوتو توليرانس. طب الاكوايرد أو الـ induced tolerance. This is the induction of tolerance to an antigen at any time during life. يعني الـ immune system في الحالة دي competent. لكن بيجي time معين أنا بعمل induction للـ tolerance أو لو في tumor أو لو في virus. It can be used as an approach for the therapy of autoimmune diseases. يعني أنا بعمل induction للtolerance عشان أعالج autoimmune diseases، أعالج allergic reactions أو أمنع graft rejections. طيب إيه الفاكتورز that help induction of tolerance؟ رقم واحد simple molecules. Simple molecules بتعمل tolerance more than complex one. Very high or very low dose of antigen can induce tolerance. رقم ثلاثة the continuous presence of the antigen helps and maintain tolerance. Drugs that induce immune suppression زي الكورتيكوستيرويدز والسيتوتوكسيك drugs. ده بالنسبة للتوليرانس. ممكن نعرف الاوتوميون ديزيز ازاي؟ الاوتوميون ديزيز هي عبارة عن البريك داون of the mechanisms that maintain auto tolerance. يعني زي ما قلنا قبل كده ان الاوتو توليرانس مهم جدا الاميون سيستم انه يتعرف على السيلف انتيجين لكن not reacted with it او doesn't react with it. تمام. لو حصل رياكشن يبقى حصل بريك داون ذات مينتين ذا اوتو توليرانس. في اوتو انتيبوديز واوتو رياكتيف تي سيلز ار برودوسد ريزلتنج ان تيشو دامج باي سيفرال ميكانيزم. طيب ايه الاتيولوجي او ايه البريديسبوزنج فاكتورز اوف اوتوميون ديزيز؟ رقم واحد الهوست فاكتورز.
زي الايمونولوجيكال فاكتورز. زياده البي او الهايبر اكتيفيتي اوف ذا بي انتي ليمفوسايتس انديوسينج اوتو ايميون ديزيز. فالبي سيل هايبر اكتيفيتي increase the number of B cells secreting immunoglobulin spontaneously. T cells increase the T helper cell activity. We decrease the T cell suppressor cell can help B cell overactivation leading to production of auto antibodies. رقم اثنين الـ genetic factors. في association ما بين بعض الـ autoimmune diseases وبعض الميجر هيستوكومباتيبلتي او الاتش ال اي جينز. في الرسمه اللي احنا قدام حضراتكم دي دي الميجر هيستوكومباتيبلتي كلاس 1 الجينز فورمينج ميجر هيستوكومباتيبلتي كلاس 1 اند ميجر هيستوكومباتيبلتي كلاس 2. ميجر هيستوكومباتيبلتي كلاس 1 جينز عباره عن البي سي اي او الاي بي سي جينز، في حين ان الجينز responsible for the formation of major histocompatibility class 2 اللي هي الDP الDQ والDR. في alleles لكل واحد من الجينز دول. فنلاقي مثلا بعض الـ autoimmune diseases زي الروماتويد أرثرايتس. الروماتويد أرثرايتس بتبقى موجودة عادة مع في الناس اللي الـ allele بتاعهم DR4، والسيستميك لوبس بيبقى موجود في الناس اللي الـ allele بتاعهم DR 3. فنلاقي في association with increased susceptibility of certain diseases مع certain major histocompatibility alleles. في hormonal factors طبعا لان هنا الـ autoimmune disease بتبقى hormonal dependent، فنلاقي ان الفيميلز عادة بيتصابوا اكتر من الميلز. الـ environmental factors زي الـ cross reactivity. اشهر مثال الـ cross reactivity الروماتيك فيفر. الام بروتين على الستريبتوكوكاي اوف ذا جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، الانتي بودز اللي بتطلع اجينست الام بروتين الكومبلمنتاريتي ما بينها وبين الام بروتين انكومبليت، وبالتالي ان الباراتوب بتاع الاميونوجلوبولين ده مش بس بيرياكت مع الام بروتين، لا كمان بيرياكت مع اذر بودي ستراكشرز سيميلر تو ذا ام بروتين. تمام، زي ايه؟ زي المايوسين بروتين. زي المايوسين بروتين فنلاقي ان الانتي بوديز نوت رياكتد اونلي تو ذا ام بروتين بات رياكتد تو اذر تيشوز زي الهارت والجوينتس البيزال جانجليا والسبكوتينيس تيشو. رقم 2 ريليز اوف سيكويستريتد انتيجنز. لسه جايلين لو حصل تروما او فايرال انفيكشن للآي، فطبعا بيطلع الكورنيال بروتينز فبتديني ديزيز اللي هو سيمباثيتيك اوفثالميا. في حالات الانكيفالايتس المايلين شيس او المايلين بيزك بروتين. ممكن يحصل اسبرماتوجينيسيز لو حصل تروما للتستيكلز وبعض البروتينز دخلت السيركيوليشن. السوبر انتيجنز احنا متكلمين، احنا من شويه كده قلنا ان السوبر انتيجين بتعمل توليرانس عن طريق الاكزوهوشن اوف the T cells، the polyclonal activation تطلع كمية cytokines في اللحظة دي ممكن تعمل autoimmune disease. كمية cytokines اللي بتطلع بتعمل exhaustion لل polyclonal T cells وبالتالي ممكن يحصل tolerance. يبقى ال super antigen في بداية الرياكشن ممكن تعمل autoimmune disease، ولما يحصل exhaustion ممكن تعمل tolerance. طبعا امثله للسوبر انتيجين زي الابشتان بار فيروس والسيتوميجالو فيروس والتوكسيك شوك سيندروم توكسين اوف ذا ستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي اكزوتوكسينز. لو حصل التريشن اوف ذا انتيجين باي ميوتيشن او كيميكلز او فايرال انفيكشن، الليتنت فايرال انفيكشن بتعمل تي سيل، بيحصل تي سيل اكتيفيشن وده بيزود الميجر هيستوكومباتيبلتي كلاس 2 اكسبريشن. بيحصل اكتيفيشن اوف تي سيلز ذات از نوت سبيسيفيك باي ستاندرد اكتيفيشن. ايه الميكانيزم اوف تيشو دامج في حالات الاوتوميون ديزيز؟ كل التايبس اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ما عدا تايب 1 كان tissue damage أو can cause tissue damage. Type 2 hypersensitivity
زي الهيموليتيك انيميا، اوتو ايميون هيموليتيك انيميا، ليوكوسايتوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا، هاشيموتوز ديزيز. تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي زي الروماتويد ارثرايتس، هنلاقي فيه الروماتويد فاكتور اجينست الاي جي جي، سيستميك لوبس هنلاقي الانتي نيوكليير انتي بودي. التايب 4 الالسرتيف كولايتس والسيلياك ديزيز والتايب 1 دايابيتس ميليتس. How to diagnose a case of autoimmune disease. رقم واحد، احنا قلنا فيه هايبر اكتيفيشن اوف بي لينفوسايتس، وبالتالي هنلاقي التوتال سيرم اميونوجلوبولين عالي. رقم اتنين، هنلاقي الاوتو انتي بوديز اللي بنتكلم عليه، هنلاقي انتي نيوكليير انتي بودي، روماتويد فاكتور، انتي دبل ستراندد دي ان اي، انتي سموث ماسل انتي بودي، انتي ميتوكوندريال انتي بوديز. رقم تلاتة، الانتيجين انتي بودي كومبلكس بيعمل اكزوشن لكميه من الكومبلمنتس، وبالتالي لو قسنا التوتال سيرم كومبلمنت هنلاقيه اقل من الطبيعي. رقم 4، ديليشن اوف اميون كومبلكس ان سيرم. ايه المانجمنت، ايه التريتمنت؟ بندي الانتي انفلاماتوري دراجز، ممكن تبقى نون ستيرويدال او ستيرويدز. بندي اميونو سبريسيف دراجز زي الميثوتريكسات والستيرويدز. بنعمل بلازما فريسز. بلازما فريسز ان احنا بنعمل اكستشينج بلاد اوف ذا بلاد تو ذا بيشنت، ده بيعمل ريموفال للاوتو انتي بوديز والاميون كومبلكسز ان ذا بلازما. بندي سوليبل تيومر نيكروزيس فاكتور ريسبتورز، احنا عارفين التيومر نيكروزيس فاكتور ليها رول في الانفلاميشن، فانا لو اديت تيومر نيكروزيس فاكتور ريسبتورز ده بيقلل او بيعمل بلوك او نيوترالايز التيومر نيكروزيس فاكتور الفا في حالات الروماتويد ارثرايتس. ممكن اعمل اندكشن اوف اوتو توليرانس اند اندكشن للاوتو توليرانس، ان انا ادي انتي سي دي 40 ال والانتي بي 7، يعني بمنع الكو ستيمولاتورز، بمنع الكو ستيمولاتورز. شكرا لحضراتكم.